السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف ندخل في الدرس الثالث وهو الله الحفيظ. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في الصباح عند مرور الحافلة التي تنقل أحمد ومريم إلى المدرسة، وقفت أم أحمد عند الباب مودعة صغيرها وهي تدعو الله تعالى قائلة: استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سألت الصغيرة خديجة أمها: بما تدعين الله يا أمي؟ الأم: أدعو الله أن يحفظ أخويك من كل مكروه يا خديجة، فالله خير حافظ. هنا قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظ. طبعا هنا حفظ ماذا؟ حفظ الذكر. أما في الآية الثانية فهي السماوات والأرض، حفظ السماوات والأرض ومن فيهن طوال المدة التي أرادها الله تعالى. كذلك هنا حفظ من؟ حفظ الناس، حفظ أعمال الناس ليوم الحساب، أعمال الناس ليوم الحساب. كذلك إن كل نفس لما عليها حافظ، هنا وقايتهم من ماذا؟ من الشر والأذى، من الشر والأذى. كذلك عندنا هنا: يقرأ الحديث النبوي الشريف ثم تحدث عما يجب علي فعله لأنال حفظ الله تعالى. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات أحفظ الله يحفظك، أحفظ الله تجده اتجاهك. طبعا هنا الحديث يوضح قاعدة تقول: من يحفظ الله تعالى طبعا يحفظه الله سبحانه وتعالى. هنا إن الشرط، شرط ماذا؟ طبعا الشرط إذا حفظت الله هنا يحفظك الله، إذا حفظت الله يحفظك الله. طبعا هنا إذا قال رسول الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ. الآن ننتقل إلى هنا: ابحث في شبكة المعلومات العالمية الإنترنت تحت إشراف ولي الأمر. طبعا هنا في الآية الأولى تدل على من؟ طبعا من الأنبياء أو الرسل، تدل على سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم. أما في الآية الثانية فهي تدل على سيدنا موسى، وفي الآية الثالثة فهي تدل على سيدنا يوسف، وفي الآية الرابعة تدل على سيدنا يونس، وفي آخر آية تدل على سيدنا محمد. طبعا أولا سيدنا إبراهيم، بعد ذلك موسى ويوسف ويونس ومحمد. وهنا